ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل الملوخيه الناشفه ونشوف هنعملها ازاي. ناس كتير بتخاف تعملها وبتقول لا بيطلع طعمها ماسخ، فانا هوريكم النهارده هنعملها بطريقه حلوه قوي وهتطلع طعمها وريحتها تجنن. تابعوا معايا الفيديو علشان نشوف عملنا ايه. كل اللي احنا محتاجينه علشان نعمل الملوخية الناشفة، معانا هنا ملوخية ناشفة متكرمة. يعني ايه متكرمة؟ جايبين الملوخية الناشفة من عند العطار او العلاف او اي حد من الفلاحين، خدناها حطيناها في مصفى ضيقة وقعدنا نحرك فيها كده لغاية ما طلعناها ناعمة بالشكل ده، واي شوائب فيها تخلصنا منها. معانا طماطماية متقطعة صغير، يعني الطماطماية دي متوسطة، مقطعاها مكعبات صغيرة خالص. معايا هنا الثوم اللي هعمل بيه الملوخية، دي تقريبا معلقة كبيرة. تعالوا بقى نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا حلة على النار فيها معلقة سمنة بلدي اهي، هستنى لما تسيح ونرجع نشوف هنعمل ايه. السمنه تحت معايا، وزي ما قلت لكم انا معايا معلقه من الثوم المفروم، مش هاخدها كلها، انا هاخد نصها بس في الاول، وهبتدي ان انا احمرها في السمنه اللي احنا حطيناها في الحل. يدوب بس ايه تاخد لون ذهبي، مش عايزينها تغمق علشان ما تمررش. تمام، يا دوب التومه معايا اهي خدت لون ذهبي خفيف، هبتدي انزل بيه الطماطمايه المتوسطه اللي انا قطعتها مكعبات صغيره، كاني طشيت الثوم بالطماطم. بص بقى، هسيب بقى الطماطمايه دي لغايه ما تتسبك خالص مع الثوم، وبعد ما تتسبك هوريكم شكلها عامل ازاي. تعالي نشوف شكل الطماطمايه بقى عامل ازاي. هي معانا هنا اتسبكت اهي، هجيب الهراسة بتاعة البطاطس وابتدي اهرس الطماطم مع الثوم هرسة كويسة علشان ما تجيش من فوق الحلة كده وتبقى يعني ايه بتعوم من فوق. فانا ههرسها كويس وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. خلاص انا هنا هرست الطماطماية مع الثوم، هبتدي بقى ان انا انزل بيه الشوربة، أيا كانت الشوربة اللي عندكم، شوربة لحمة شوربة فراخ أهو. طبعا الكمية على حسب الطبخة اللي انتوا هتعملوها، هحط كمية الشوربة على الثوم والطماطم. هسيب الشوربة تغلي مع الطماطم والثوم، وعايزة اقول لكم ان حاجة ان انا الطماطماية كانت متشال منها القشر بتاعها. تمام كده الشوربه خلاص بتغلي معايا، هبتدي انزل بيه كميه الملوخيه اللي انا هعملها اهي، هوطي عليها. لو حسيت ان هي تقيله ومحتاجه تاخد شوربه، طبعا الشوربه هتكون سخنه مش بارده. تمام، انا حاسه ان كده قوامها حلو قوي. هطفي عليها بعد ما خدت غلوه كده، وابتدي اعمل في الطشه بتاعتي. الطشه بتاعتي عباره عن نص معلقه الثوم اللي احنا استخدمناها في الاول، احنا استخدمنا كله على بعضه معلقه ثوم، حطينا جزء او نص معلقه مع الطماطم اللي تسبكوا مع بعض، والنص التاني اهو مع معلقه صغيره من السمنه. هبتدي برضو احمر الثوم، ولما ياخد اللون ذهبي شويه هبتدي انزل بالكزبره بتاعتي. فانا هحمر التوميه واوريكم هنعمل ايه. خلاص التومه معايا اتحمرت، هبتدي انزل بمعلقه صغيره من الكزبره، اديها معايا كده تقلبتين. لما بنخلي الكزبره تتحط في الاخر بتخلي الريحه حلوه قوي قوي قوي. كده احنا عملنا الطشة اهي، هرجع بالحلة بتاعتي على النار اللي عملنا فيها الملوخية، وهبتدي انزل بالطشة
على الملوخية نحط جزء كده وننزل ونبقى عملنا أحلى وأطعم ملوخية ناشفة. وبكده نكون عملنا الملوخية الناشفة بطريقة حلوة وبطريقة سهلة، طعمها حلو قوي، ريحتها تجنن. أتمنى تكون الوصفة سهلة وسريعة وتكون عجبتكم. تابعونا في كل الفيديوهات، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.